سبت إقامتي لعازر. تبدأ المرحلة الثالثة مع صلاة الختن عشية أحد الشعانين، لكن يسبقها يومان مميزان: سبت إقامتي لعازر وأحد دخول الرب إلى أورشليم المعروف بأحد الشعانين. لقد أعطانا الرب قبل صلبه بأسبوع مثالا حيا على أنه سيد الحياة وغالب الموت، عندما أقام لعازر بعد أن كان مائتا لأربعة أيام وقد أنتنا في القبر. هذا اليوم هو الوحيد في السنة، مع أنه ليس يوم أحد، أي ليس يوما قياميا، الذي يقول الكاهن فيه وهو رافع الإنجيل في الدخول الصغير أثناء القداس الإلهي: خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات، وليس يا من هو عجيب في قدسيه كسائر أيام الأسبوع. إن الرب أرادنا بإقامة لعازر أن نعاين سلطانه، فلا نخشى الموت بل نؤمن بقيامته، لأنه سيقيمنا معه إلى حياة أبدية.